ومعنا عبر الهاتف المستشار السياسي لهيئة علماء اليمن الدكتور أحمد الزنداني. مرحبا بك دكتور أحمد. أهلا وسهلا، حياكم أهلا الله. وسهلا. إذا مجلس الأمن يؤكد على أن الحل السلمي في اليمن، لكن الواقع لا يدل على ذلك. هل من الممكن الآن الحديث عن حل سلمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أنه الحديث عن حل سلمي بموجب مقررات الأمم المتحدة أو بموجب ما يسمى بالحوار الوطني الذي رعته الأمم المتحدة في اليمن برعاية غربية، هو ليس أكثر من شرعنة للجماعات أو المجموعات التي طغت على الدولة وانقلبت عليها، وعلى رأسها الحركة الحوثية وأيضا الانفصاليون في الجنوب وغيرهم من الجماعات المتمردة الخارجة عن الدستور والقانون. كيف ذلك دكتور أحمد والقرار الأممي 2216؟ يعني يؤكدون على القرار الأممي والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. هذا صحيح، يعني القرار هذا 22/16 جاء بعد احتلال الحوثي للعاصمة صنعاء والانقضاض عليها، وجاء هذا القرار من أجل أن يشرعن عملية التدخل للتحالف العربي من أجل تخليص اليمن من الحركة الحوثية ومن باعتبارهم أذناب لإيران في اليمن. لكن المشكلة كانت أنها سابقة على ذلك، فمنذ الثورة في 11 فبراير، يعني ثورة 11 فبراير 2011، دخلت البلد فيما يسمى حوار وطني وأدخلتنا في هذه المتاهة. ومع ذلك الآن الموقف العام أنه يجب أن نتخلص أولا من الحركة الحوثية، ثم نعود إلى الحوار الوطني، والشعب في نهاية المطاف من سيصوت على هذه المخرجات. في ظل تعنت الحوثيين ورفض مخرجات الحوار الوطني، ما السيناريوهات المتوقعة في الأيام القليلة القادمة؟ لا شك أن تعنت الحوثي ورفضه لمبدأ الحوار من حيث المبدأ يعني دليل واضح بأنه لا يوجد مع هذه الجماعة حل إلا الحل العسكري، وأنه تضييع الوقت معهم عبر ما يسمى بعملية سلام تقوم بها وسرعها الأمم المتحدة التي لم تتمكن من إجبار الحوثي على تنفيذ أي اتفاق أو سبق، يعني هي ليست الجولة الأولى، وبالتالي تعهدت الحركة الحوثية سابقا بكثير من التعهدات ولا تنفذ منها أي شيء، وهي تكسب الوقت. والله أصبحت سياسة ممنهجة وأسلوب للتعامل مع الوضع، وحتى ييأس الجميع ويقبل بالأمر الواقع ويقبل بقضية الانقلاب. هذه أصبحت سياسة ترعاها مع الأسف الأمم المتحدة دون أن تتخذ إجراءات، وهي عايزة حركة الأمم عن اتخاذ إجراءات يعني قوية في هذا الاتجاه. ونعتقد أنه لابد من التعامل مع الأمم المتحدة وإجبارها قبل الدخول في أي نوع جديد من المفاوضات على أن تلزم الطرف الحوثي بالاتفاقات. ما لم تستطع أن تلزمه فما علينا إلا أن نمضي ونستمر في عملية تحرير البلاد عسكريا. المستشار السياسي لهيئة علماء اليمن الدكتور أحمد الزنداني، شكرا جزيلا لك.